يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وبالتاكيد طبعا كلنا متابعين على مدار الساعات الاخيره ومن لحظه انتهاء مباراه الاهلي والبنك الاهلي حاله الغضب. وحاله الغضب الحقيقه اللي ترجمها في اول لحظاتها وكانها نتيجه خساره بطوله، لكن الحقيقه الموضوع اكتر بكتير من مجرد ضياع نقطتين في مشوار النادي الاهلي للمنافسه على بطوله الدوري. والموضوع عشان نكون بنتكلم بدقه، حاله غضب من جماهير النادي الاهلي من مستوى التحكيم، خصوصا في مباريات الاهلي في الموسم ده. 4 نقاط خسرها النادي الاهلي في 7 مباريات خاضها في بطوله الدوري العام لغايه النهارده. الجماهير بتحمل مسؤوليتها للاسف الشديد جدا للتحكيم. الحقيقه يمكن قد تكون هذه الاخطاء الى حد ما مقبوله، وده اللي خلى كتير جدا من الناس تفتكر ان الموضوع يعني يصل لنطاق المؤامره او حاله التربص او حاله التحفز او محاوله لتعطيل مشوار الاهلي. هرجع تاني واقول انه قد تكون الاخطاء دي مقبوله في حاله اذا لم يكن هناك وجود لشيء مسمى الفار. الفار الحقيقه اللي ما استفدناش منه باي شيء، الفار اللي ما حاولش ان هو يبذل اي مجهود في اصلاح الاخطاء التحكيميه. وقع كتيره جدا شهدها الدوري العام السنه دي الحقيقه في ماتشات الاهلي 7 اللي خاضها كانت كفيله بخساره مزيد من النقاط بالنسبه لنادي الاهلي، لكن الحمد لله قدر رجاله الاهلي في اوقات كتيره جدا ان هم يتجاوزوا الاخطاء التحكيميه. لكن السؤال، مين المسؤول عن ضياع 4 نقاط من نادي الاهلي في مشوار المنافسه على البطوله؟ وهل نجح الفار او تقنيه الفار في التقليل او الانهاء على اخطاء التحكيم في مسابقه الدوري المصري؟ ده سؤال مستني اسمع اجابته من جماهير النادي الاهلي. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير على حضراتكم. وتاكيدا على اللي احمد قاله، حاله غضب كبيره جدا جوه كل حد من جماهير النادي الاهلي طبعا من امبارح، ومش بس من امبارح، الاخطاء التحكيميه اللي حاصله من اول الدوري. كمان من دقائق نعرف انه طبعا تم ايقاف كابتن الشناوي 4 مباريات من قبل لجنه المسابقات باتحاد الكوره بسبب التصرف غير اللائق، على حسب طبعا البيان أو بيان اتحاد الكرة، ضد حكم مباراة أو تجاه حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي. ولكن خليني أقول لحضراتكم كمان أن النادي الأهلي قدم تظلم طبعا ضد القرار ده، وهو إيقاف الشناوي ل4 مباريات. يعني الحقيقة أنه لو أنت شايف أو بتمشي بالقانون وبتشوف فين الصح وفين الغلط، تم ايقاف يعني كابتن الشناوي علشان شايف ان في تصرف غير لائق. طيب بالنسبه للحكام اللي فعلا مضيعين نقاط كتير من النادي الاهلي، بالنسبه لحكام الساحه، حكام الفار اللي في مشاكل كتير قوي وفي بتبقى حالات تحكيميه واضحه وضوح الشمس، واي حد، اي طفل صغير، مش هقول اي حكم، اي طفل صغير يقدر يقول دي ركله جزاء، يقدر يقول لا ده هدف صحيح وتم احتساب ولم يتم احتساب الهدف ده طبعا للنادي الاهلي. كل ده ما فيش اي عقوبات ضد الحكام دول. طب الحكام اللي المفروض انه زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، ما فيش حكام دوليين كتير بتحكم مباريات النادي الاهلي وهو الاكبر في مصر وافريقيا، يعني ليه ما بيتمش معامله النادي الاهلي بالشكل اللي يليق بيه من ناحيه التحكيم؟ ولا هو اي حكم بيبقى عايز يبقى في مباراه النادي الاهلي يثبت ان هو جامد جدا وبيقدر ياخد يعني قرارات جريئه؟ ليه بيبقى فيه قرارات غلط جدا وواضحه وضوح الشمس انها غلط في مباريات النادي الاهلي؟ اسئله كثيره قوي يا احمد محتاجين اجابه عليها. 4 نقاط ضاعت لحد دلوقتي. كلميني عن اهداف صحيحه لم تحتسب حتى بعد مراجعتها. والكلام هنا مش بس الحقيقه موجه لحكام الساحه، انا بعتقد ان الاخطاء دي كانت مشتركه ما بين حكم الساحه وما بين حكم الفار في اكثر من مناسبه. بتكلم على جوال سليمه 100% ما اتحسبتش، بتكلم على ضربات جزاء مصر كلها شافتها ومصر كلها اقرت بصحتها وما اتحسبتش. مش هتكلم في وقعه امبارح، ومش هتكلم في الهدف اللي بعتقد انه كتير من خبراء التحكيم اجمعوا ان هو سليم، وكتير من الناس اللي ليها علاقه بالكوره قالت لو 10 حكام شافوا نفس الكوره ممكن 8 أو 9 منها يحسبوهم جون، لكن الموضوع فيها نسبي. الاكيد انه اللي فات ما ماتش، يعني كل الاخطاء اللي فاتت ما ماتتش، وحاله التركيز الحقيقه والتقييم للي جاي مهمه جدا انها تتحط في الاعتبار، لان ما اعتقدش لا الاهلي كاداره او كلاعبين او كجهاز او كجمهور ممكن يسمحوا بمزيد من الاخطاء. في اوقات كتيره جدا تجاوزنا وقلنا انه الاهلي بيدعم التحكيم وبيدعم الحكم المصري، لكن الحقيقه انه الاخطاء في عمر المسابقه القصير جدا تأكد بشكل كبير جدا وجهة نظر عدد كبير من جماهير النادي الأهلي انه في حالة تربص بالنادي الأهلي على وجه التحديد. واحنا في النهاية لما بنتكلم باسم النادي الأهلي بنقول احنا مش عايزين غير العدالة والمساواة، يعني مفترض جدا انه لما يكون في عقوبة يتم اقرارها على كابتن محمد الشناوي يبقى نشوف
كل واقعة بتحصل شبيهة للواقعة اللي حصلت امبارح بتاخد أو بتطبق عليها نفس العقوبة، وده ما بيحصلش. الأهم كمان في اللي جاي، يعني عايز أقول لحضراتكم فكرة إنه كابتن محمد الشناوي سواء كان أخطأ أو ما أخطأش من وجهة نظر البعض ياخد عقوبة إيقاف 4 مباريات، وبالمناسبة الأهلي تحفظ على العقوبة المفروض على كابتن محمد الشناوي، كنا منتظرين إنه ده يحصل فيه سوابق لنفس الواقعة دي حصلت في الدوري المصري، وللأسف الشديد جدا ما حصلش حاجة، يعني ما سمعناش حتى مجرد لفت نظر. أنا مش بكلم حضرتك عن إيقاف أو غرامة، أنا بكلمك حتى على فكرة إنك تلفت نظر لاعب ارتكب. طيب نشوف الصورة دي مع حضراتكم، الصورة دي من أعتقد كابتن محمد مصطفى أو مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، ونفس الواقعة بالظبط مع الحكم محمد عاشور محمود عاشور، ما سمعناش أي حاجة وأي عقوبة تم فرضها أو حتى توجيه لفت نظر للاعب. السؤال هنا ليه؟ التباين في فرض العقوبات ده معناه إيه؟ عدم المساواة في تطبيق القانون أو تطبيق العقوبة ده معناه إيه؟ وليه تطلب من النادي الأهلي إنها ما تعتبرش ده حالة من حالات الترصد أو التربص بمشوار النادي في مسابقة الدوري العام؟ كلها علامات استفهام كبيرة جدا، ننتظر على الأقل توضيح أو إجابة عليها، وننتظر أيضا توضيح الموقف فيما يتعلق بأخطاء الحكام اللي أثرت بشكل كبير جدا على العدالة وعلى المنافسة على بطولة الدوري. نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة والكلام عندنا كتير جدا، خلينا أفكركم طبعا الأول بسؤال حلقتنا، طبعا هيكون ليه علاقة بماتش امبارح مباراة البنك الأهلي، مين أفضل 3 لاعبين من وجهة نظركم في مباراة الأمس؟ والنهاردة طبعا هنعلن نتيجة مباراة الإنتاج الحربي. نبتدي يا سارة مع مشاهدينا أهم أخبار حلقتنا النهاردة. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية الفجة. موسيماني يعقد محاضرة قبل انطلاق الميران. مدرب الأهلي يعقد جلسة مع أجاي. الأهلي يجري مسحة طبية غدا. طبيب الأهلي بيقول وليد سليمان حصل على راحة سلبية ويجري أشعة رنين اليوم. منتخب فراعنة اليد يلتقي السويد في ثالث جولات بطولة العالم. برحب بحضرتكم مرة تانية، ويمكن دايما في الأوقات اللي زي دي بأكد إن احنا كنا بنأكد أنا وأحمد من بداية السادسة وبداية قناة الأهلي كلنا في قناة الأهلي إن احنا صوت الجماهير، وإن احنا بنوصل أي حاجة الجمهور عايز يقولها، وإن احنا ناس بتنتمي قبل ما نبقى اعلاميين في قناه الاهلي، احنا كجمهور النادي الاهلي يفرق معانا جدا ان احنا نتكلم في وقت الحق ووقت حق النادي الاهلي، وان احنا لما يبقى لحد دلوقتي ضايع مننا 4 نقط كده بالساهل في مباراتين علشان في مشاكل تحكيميه، طبيعي ان احنا نبقى بنتكلم انه في حاله من الغضب عند جماهير النادي الاهلي. لما بنتكلم على مباراه وادي دجله اللي لم يتم احتساب فيها ركله جزاء صحيحه لاحمد رمضان بيكم واللي ضيع مننا 2 نقط طبعا مهمين جدا خصوصا في مشوار الدوري وبدايته، دايما بقول قد ايه انه مهم جدا الحقيقه المباريات الاولى في الدوري المصري، ولما يجي في مباراه امبارح برضو البنك الاهلي يبقى فيه خطأين في التحكيم، يبقى هنا في مشكله وفي اسئله كتير وفي علامات استفهام كتير، ده بيحصل ليه؟ يبقى لما يجي جمهور النادي الاهلي يقول انه هو في حاله ترصد او في حاله من انه الناس عايزه توقع النادي الاهلي او تعرقل مسيرته في الدوري، يبقى من حق كل واحد يفكر تفكير زي ده بعد اللي احنا بنشوفه بيحصل. غلطات بتبقى واضحه وضوح الشمس يا احمد انها ما تتحسبش كده. هو الحقيقه مش بس كده يا ساره، كمان يعني في مبدا بيقول انه المساواه في الظلم عدل، هنعتبره نوع من انواع العداله وهو منطق وجيه، لكن الحقيقه لما يكون الاهلي بس هو اللي بيتعرض للظلم ده، وانه للاسف الشديد ممكن التحكيم يكون بيصب في مصلحه فرق منافسة، أنا مش هقول عن عمد، لكن الحقيقة الموضوع بالنسبة لنا بيبقى علامة استفهام كبيرة جدا، وبالنسبة لجماهير النادي الأهلي بيبقى علامة استفهام أكبر. لما أشوف إنه الأخطاء بتبقى بس مع النادي الأهلي وإنه مفيش حد بيعاني من أخطاء تانية في أخطاء تحكيمية، يعني في على الأقل في الفرقة اللي بتنافس النادي الأهلي، ده بيبقى علامة استفهام. ولما أشوف إنه الأخطاء بس بتبقى مع النادي الأهلي وفي بعض الفرق المنافسة بتستفيد من أخطاء التحكيم، يبقى برضه في علامة استفهام. احنا بعد ماتش دجله هنا تحديدا، بعد ضربه الجزاء بتاعت بيكهام اللي عرضناها لحضراتكم وقلنا انها حتى ما كانتش محتاجه لتقنيه الفار، يعني اعتقد انه اللعبه كانت واضحه بشكل كبير، وكل الاستديوهات التحليليه اجمعت ان اللعبه دي ضربه جزاء، زاد من تاكيدنا انه لما اللعبه اتعرضت اصبحت الصوره واضحه للجميع وما اتحسبتش. قلنا قد يكون
وده وارد في عالم كرة القدم، انه حكم الساحة ما شافهاش. طب حكم الساحة ما شافهاش وحكم الفار كمان ما شافهاش، يعني دي مش علامة استفهام كبيرة جدا؟ طب الفار موجود ليه؟ والاهم من ده ان قلنا انه في اوقات كتيره جدا اتعرض ليها النادي الاهلي، زي ما قلت قبل كده في اهداف صحيحه بنسبه 100% ما اتحسبتش، ما كانتش مؤثره، وده اللي خلى جمهور النادي الاهلي ما يركزش قوي، ده اللي خلى جمهور النادي الاهلي زي ما بنقول كده بيعديها وما بيوقف ما بيوقفش على انها اخطاء متعمده، على الرغم من انه في سيناريوهات ثانيه كانت ممكن برضو تؤدي الى فقدان نقاط، لكن الحمد لله ده ما حصلش. قلنا بعد ماتش وادي دجله انه لابد احنا يعني هنشوف وهنعتبر ده في إطار حسن النية، وأنه أخطاء غير مباشرة أو أخطاء غير مقصودة، ولكن الحقيقة كل ما بيتكرر غلط يعني إحساس الجماهير أنه حالة تحفز أو حالة تربص بالنادي الأهلي بتزداد أكتر وأكتر، وده الحقيقة ترجم بعد مباراة امبارح مع البنك الأهلي. بس يا أحمد، يعني هو موضوع حسن النية ده فعلا كنا بنقعد نقوله لحد زي ما أنت بتقول كده، كل ما الأخطاء بتتكرر وكل ما بنلاقي إن ده بينطبق بس على النادي الأهلي، ولكن نفس الحالات دي بتبقى موجودة في مباريات تانية ومع لاعبين تانيين ومش بيحصل ده. يعني في صور أنا عايزة الإعداد برضو يعرضها لي نتكلم عليها، فلما بنلاقي ده صورة زي دي مثلا يا أحمد، طبعا ده مباراة الزمالك والمقاولين. لا، حاله يعني التعدي على الحكم سواء باللفظ او باليد شفناها كتير قوي تتكرر، لكن ما شفناش عقوبه ايقاف اربع مباريات غير مع النادي الاهلي، غير مع الشناوي. دي مثلا ايه مثلا يا احمد؟ يعني اللي على الشاشه غير ده اعتراض لائق؟ ده غير مع كابتن محمد الشناوي، وده اللي انا بقوله، المساواه في الظلم عدل. يعني اذا كان محمد الشناوي اتظلم في هذه العقوبه، انا اعتقد انها عقوبه ظالمه جدا، وخصوصا انه معلوماتنا بتقول انه لم يرد في تقرير حكم المباراه ما يدين كابتن محمد الشناوي، ورغم كده اتخذ اتحاد الكره ولجنه المسابقات قرار بايقاف الشناوي اربع مباريات. طبعا يعني العقوبه الى حد كبير جدا مش مفهومه، انك انت توقف محمد شناوي اربع ماتشات، ولانه حجم التعدي او التجاوز، مش هسميه تعدي الحقيقه، التجاوز من كابتن محمد الشناوي ما كانش يستدعي هذه العقوبه. ولكن اذا كنت بترسي قاعده فتاكد تماما جدا ان احنا هنكون مركزين فيما سبق، زي ما بنعرض لحضراتكم كده مشاهد مماثله او مشاهد مشابهه للموقف اللي حصل امبارح، ولم تتدخل لجنه المسابقات لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى بمجرد لفت نظر، ولا هنتساهل ايضا في اللي جاي. يعني انت ارسيت قاعده علينا ان احنا نشوفها بقى مستمره طوال الموسم، ويتجاوز في اي حد من المنظومه لابد انه يكون ليه عقوبه مشدده زي ما انت خدت عقوبه مع كابتن محمد الشناوي. انا عايز بس افكر برضو مشاهدينا اللي ما تابعوناش من بدايه الحلقه، انا يهمني جدا بالاضافه لسؤالنا الثابت اللي بيكون موجود معانا في الحلقه، مين افضل ثلاث لاعبين في ماتش امبارح، انا يهمني جدا اسمع صوت جمهور النادي الاهلي. هل ساهمت تقنيه الفار في الحد من الاخطاء التحكيميه؟ يهمني اسمع ردود حضراتكم على السؤال ده. والحقيقه بس قبل ما ندخل في اخبار حلقتنا، انه ابسط حقوق النادي الاهلي هو اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، انه يكون الحكام اللي بتدير مباريات النادي الاهلي على قدر كبير من الاحترافيه حكام دوليين، مع كامل الاحترام لكل الحكام، بس على ما بياخد الحكم الشارة الدولية دي فيها خبرة كبيرة قوي قوي. والنادي الأهلي مش نادي صغير، ده النادي الأكبر في إفريقيا وإن لم يكن الأكبر كمان في الوطن العربي كله، وطبعا احنا بنتكلم على بطل أفريقيا، ما ينفعش أبدا إن أنا أجيب حكام مش على قدر النادي الأهلي هي اللي تدير المباريات. خليني كمان أقول لحضراتكم أنه إدارة النادي الأهلي أرسلت النهاردة الصبح خطاب لاتحاد الكرة المصري بالطالب فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المبررة، واللي طبعا اتسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة. وأكد النادي في خطابه أن الأخطاء التحكيمية اللي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتدت كمان الأمر كمان امتد لحد حكام طبعا الفار، اللي هو طبعا بيتم إلغاء أهداف صحيحة شفناها، عدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة لاستبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم. جه في الخطاب كمان أن النادي الأهلي لم يكن يرغب كعادته في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة واللي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر زي ما حصل في طبعا مباراة وادي دجلة ومباراة البنك الأهلي، واللي شهدوا أخطاء غير مقبولة سواء من حكام الساحة أو من حكام الفار، طبعا دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة
حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص. الأهلي كمان طالب مسؤوله أو مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتطبيق معايير ثابتة على الجميع لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدا عن الشحن الجماهيري ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة. وده الحقيقة الأهلي بيطالب بيه، احنا مش طالبين حاجة من التحكيم غير العدالة والمساواة والشفافية. مطلوب من لجنة التحكيم قضاة الملاعب ان هم يكونوا مسؤولين عن إقرار المعايير دي في المنافسة عشان تكون المنافسة في النهاية منافسة شريفة. انا حتى الحقيقة يمكن لقطت ان العقوبة تطلع بالسرعة دي، يعني احنا عارفين طبعا حضراتكم عارفين انه ماتشات الاسبوع ما زالت مستمرة، يعني لسه الاسبوع ما خلصش، ورغم كده يعني بسرعة شديدة جدا تم الاجتماع وتم اقرار العقوبة وتم الاعلان عنها، حتى لما ما استنيناش لما الاسبوع ينتهي وتنعقد لجنة المسابقات بعد انتهاء مباريات الاسبوع وتصدر العقوبة. يعني دي برضو يعني خدوا بال حضراتكم انه الإنسان لما بيكون في حالة غضب أو بيكون في حالة تحفز أي حاجة بالنسبة له غير مبررة بتزود بشكل كبير جدا من حالة الغضب وحالة التحفز دي. يعني ما ينفعش الجمهور النادي الأهلي يبقى حاسس أنه مظلوم في ماتشين وضايع منه 4 نقط في ماتشين بسبب التحكيم. ده أحساس معظم جماهير النادي الأهلي على فكرة، أنا مش بتكلم على وجهة نظر شخصية، أنا دايما ببقى حريص على أن أنا أتابع بعد كل مباراة النادي الأهلي ردود الأفعال، والجماهير بتاعة النادي الأهلي للأسف طبعا مش موجودة في المدرجات. يعني أنا بعتقد لو الجماهير كانت موجودة في المدرجات كان صوتها يبقى واصل بشكل واضح وصريح، لكن بما أنها مش موجودة فبتطلع ردود أفعالها دايما على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة النادي الأهلي وعلى برنامج السادسة، فببقى حريص أعرف الناس بتتكلم في إيه. الأغلبية الكاسحة من جماهير النادي الأهلي بتشوف بترى إنه في حالة تربص من التحكيم، للأسف أنا بقول الكلام ده في للنادي الأهلي، وإنه ده أصفر عن إنه الأهلي ضاعت منه نقاط 4 نقاط في المسابقة. عشان كده بقول لحضراتكم لما بتبقى في حالة الشحن دي مهم جدا جدا يتحط ده في الاعتبار، ومهم جدا جدا نتجاوز أي أخطاء كانت مقصودة أو غير مقصودة عشان ما تزيدش حالة الشحن السلبي عند، هنتكلم على جماهير النادي الأهلي مش أي جماهير. طب احمد طبعا يعني زي ما واجبنا ان احنا هنفضل ورا حق النادي الاهلي وده طبيعي ومجلس الاداره كمان، ولكن كمان احنا في مرحله مهمه جدا وحاسمه جدا، واحنا داخلين على ماتشين مهمين في الدوري قبل كاس العالم للانديه، بنتكلم على مباراه المقاولين وطبعا مباراه بيراميدز. مهم جدا ان احنا نكون ورا فريقنا في الفتره دي، وان احنا وطبعا الجهاز الفني لو كان فيه طبعا اي سلبيات في المباراه وده طبيعي بيشتغل عليها كويس جدا، موسيماني شغال على ده كويس جدا، بيفرج اللعيبه على المباريات علشان يبقى فيه حاله اكبر من الانسجام، وانه لو في اي اخطاء طبعا ان هو يقدر يصلحها في الوقت ده، وقت مهم جدا سواء في الدوري مشوارنا في الدوري مهم جدا زي ما طبعا كاس العالم للانديه الوجود والتواجد فيه بشكل مشرف، وكمان ان احنا نحصل على مركز حاجه بتهم جماهير النادي الاهلي، فده الوقت برضو اللي احنا نكون فيه جنب فريقنا واقفين وداعمين ليه. طيب خليني اقول احنا الماتش اللي جاي مقاولين اعتقد يوم الخميس اللي جاي، بعديه الثلاثة اللي بعده نلعب مع بيراميدز، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نسافر كاس العالم، وبيبقى فاضل لو تم اقرار العقوبه، وما اعتقدش يعني اعتقد انه لابد انه بما انه في تظلم من النادي الاهلي يبقى بالتاكيد هيبقى في قبول للتظلم ودراسته. بعد كده المفروض يبقى عندنا ماتش سموحه، وتفكروني بالماتش الرابع لو الجيش طلع الجيش. طيب دي ال4 ماتشات المفترض الاهلي يلعبها في مسابقه الدوري في الفتره اللي جايه. الاهم ده خلونا نتكلم كوره بقى شويه بعيدا عن التحكيم. انا بالنسبه لي يعني لو هنتكلم كوره انا بالنسبه لي علامه الاستفهام الحقيقيه بعيدا عن التحكيم بقى انه الاهلي لعب امبارح ماتش كويس جدا، يعني على مستوى السيطره والاستحواذ وصناعه الفرص والوصول للمرمى مرمى الخصم في ظل طبعا خطه دفاعيه اجاد كابتن محمد يوسف تجهيز لعبته ليها كان لا بأس. اللي يقلقني بشكل كبير جدا واللي بعتقد يمكن مستر موسيماني هو شغل الشغل في الفتره اللي جايه هو اللمسه الاخيره، هو انك انت تخلص من نص فرصه. ماتش امبارح الاهلي عمل كم كبير جدا من الفرص، للاسف الشديد جدا لم ينجح في ترجمتها الى اهداف. في ماتشات تانية هتكون اصعب من كده، واحنا اتفقنا انه سواء كنا بنتكلم على مباريات محليه او مباريات قاريه في مسابقات دوليه او حتى في كاس العالم للانديه، سواء كان خصمك قوي او سواء كان خصمك امكانياته يعني محدوده،
هتتعرض لمثل هذا النوع دايما من الضغوط. الاهلي هو البطل، وبالتالي كل فرقه بتلاعب البطل عندها رغبه في اثبات ذاتها. في ماتشات ثانيه مش هيتاح ليك اكتر من فرصتين او ثلاثه، وبالتالي لابد انك انت تعرف تخلص من ربع فرصه زي ما بيقول، وده اللي بعتقد انه الاهلي افتقده في ماتش امبارح. مستر موسيماني المدير الفني النهارده كان ليه محاضره الحقيقه بعد ما انتهت نهايه مباراه البنك الاهلي، صفحه زي ما قلنا واتقفلت، وقبل التمرين بتاع النهارده عقد المحاضره مستر موسيماني عشان يحضر الفريق ان شاء الله للماتش اللي جاي مواجهه المقاولين العرب المفترض انها تتلعب يوم الخميس. المحاضره دي ركز فيها موسيماني على كل التحديات الخاصه بالمرحله اللي جايه، مش بس ماتش المقاولين، لكن الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم انت هتلعب ماتشين مع فرقتين محترمين المقاولين وبعدين بيراميدز، وبعد كده تسافر على كاس عالم انديه، وبعد كده تبتدي بقى معترك المشوار بتاع دوري ابطال افريقيا، وهيكون عندك سوبر افريقيا، كلها ماتشات من العيار الثقيل، وبالتالي انت محتاج على قد ما تقدر تشتغل على تصحيح اخطائك، محتاج على قد ما تقدر تزود حاله الانسجام بين اللعيبه، محتاج على قد ما تقدر توصل للتشكيله المثاليه في المرحله اللي جايه اللي ما اعتقدش هيبقى فيها تغييرات كتير. طيب كمان بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الاهلي عقد جلسه مع جونيور اجاي لاعب الفريق على هامش التمرين الجماعي النهارده الصبح على ملعب التتش، وحرص موسيماني ان هو يتكلم مع اجاي في حضور الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق علشان يطمن على حالته قبل مشاركته في التمرين الجماعي. فعلا اجاي شارك في التدريبات الجماعيه بعد ما تعافى من الاصابه وانتهى كمان من تنفيذ البرنامج العلاجي والتاهيلي. اجاي يمكن اجرى اختبار طبي قبل انطلاق التمرين علشان يتاكد من جاهزيته وقدرته على المشاركه في التمرين، وبالفعل شارك اللاعب في التدريبات وشارك كمان في التدريبات البدنيه وتدريبات الكوره. طيب بكره ان شاء الله مفترض انه لاعيبه الفريق الاول بنادي الاهلي هيعملوا مسحه طبيه ان شاء الله عشان استعدادا لمواجهه المقاولين في اطار طبعا البروتوكول الطبي. وخليني بالمناسبه امبارح يمكن جماهير النادي الاهلي قلقت، طبعا كان في كلام من الجمهور على التشكيل اللي بدا بيه مستر موسيماني المباراه. هو الحقيقه الراجل اشاد بوليد بشكل كبير جدا في الماتش بتاع الانتاج، ويمكن ده كان واحد من الاسباب اللي خليته يبتدي ماتش امبارح. لكن الحقيقه خليني اطمنكم كمان بالمناسبه على كابتن وليد سليمان، الحقيقه اللي دكتور احمد ابو عبله قال انه هيعمل النهارده خد راحه سلبيه بعد الشكوى طبعا اللي حصلت في نص الشوط الاول بتاع امبارح، وبكره ان شاء الله الراجل هيعمل كابتن وليد رنين عشان يطمن. هي اصابه عضليه وان شاء الله باذن الله تكون اصابه بسيطه. وليد واحد من اهم اوراق النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وان شاء الله باذن الله يكون جاهز للمشاركه في الماتشات اللي جايه. طيب بعيدة عن الكرة طبعا النهاردة في مباراة مهمة جدا لمنتخب مصر، طبعا بنتكلم على كاس العالم لكرة اليد. النهاردة الساعة 7 المنتخب الوطني طبعا هيواجه منتخب السويد في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة العالم في نسختها رقم 27 المقامة حاليا في مصر، واللي بتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري على صالة استاد القاهرة. المنتخب الوطني حاليا بيحتل وصافة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقط وبفارق الأهداف عن المنتخب السويدي صاحب المركز الأول. منتخبنا الوطني فاز بنتيجة كبيرة في مباراة الجولة الثانية اللي فاتت على مقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19، والحقيقة المنتخب ماشي بخطة كويسة جدا وأداء كبير قوي، وبنتمنى أنه إن شاء الله يعني نتوج ان شاء الله بالبطوله ان شاء الله باذن الله. ماتش السويد يا ساره هو البدايه الحقيقيه، صح، يعني بدايه الاختبار الحقيقي، صحيح، يعني من ماتش السويد لغايه بقى ربنا ما يكرمنا كده ونوصل ان شاء الله. نتمنى طبعا على الاقل مربع ذهبي، وليه لا ما يكونش المباراه النهائيه، لكن كل ماتشاتنا اللي جايه هي ماتشات تقيله، هنقابل بقى منتخبات كبيره، والسويد يمكن اول المشوار الفعلي، صحيح لعبنا مع شيلي ومقدونيا الشماليه، لكن الحقيقه الفرقتين كان متوقع ان المنتخب المصري يحسب نتيجه المباراتين لصالحه، وده اللي حصل بالفعل. ان شاء الله من ماتش النهارده كل التوفيق لرجاله اليد، ان شاء الله يعملوا مباراه قويه ويتصدروا بنتيجتها مجموعه النهارده. بعيدا عن المكسب في الهاندبول جوه الملعب، عايز اقول لحضراتكم انه المكاسب بره الملعب اكبر بكتير. النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه قال انه مصر اصبحت حديث الصحف العالميه بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، واتكلم دكتور أشرف صبحي عن
وعبر عن سعادته بالإشادات الواسعة اللي بتوصله واللي نالتها مصر في وسائل الإعلام العالمية المختلفة، في ظل طبعا نجاحها في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد واللي هتستمر إن شاء الله لغاية 21 من شهر يناير الجاري. وزير الرياضة اتكلم أنه مصر بقت بتذكر في كل الصحف العالمية، وفي إشادة كبيرة جدا في بالجهود اللي قدمتها مصر عشان تستضيف بطولة كأس العالم في ظل ظروف غير الطبيعية طبعا اللي بيعيشها العالم بسبب كوفيد-19، وأكد على أنه جزء كبير من نجاح البطولة كان دعم القيادة السياسية، وقال أنه الدعم ده تحديدا الدعم غير المحدود من القيادة السياسية خلى مصر بتتصدر كل العناوين في الصحف العالمية وبتتلقى إشادات من مختلف وسائل الإعلام بعد التنظيم الهائل والناجح اللي بتقوم به في استضافة بطولة العالم لليد، واللي بتشهد لأول مرة مشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم. عايزين نتكلم أكتر على المكاسب دي طبعا، وعلى نطمن على منتخبنا كمان قبل مباراة النهاردة. معانا أستاذ محمد ناجي عضو اللجنة الإعلامية بالبطولة، برحب بيك يا فندم على شاشة قناة الأهلي. هنرجع له طيب مره ثانيه، ويمكن يا احمد كنا بنتكلم على المكاسب، انه في مكاسب كتير قوي زي ما انت بتقول بره الملعب، انه الوفود الاعلاميه كلها ورؤساء البعثات اللي جايه مع المنتخبات بتتكلم على قد ايه الاجراءات الاحترازيه في البطوله دي بتتم على اكمل وجه، وانه قد ايه مصر والحكومه المصريه موفره كل حاجه لكل البعثات والمنتخبات الفتره دي، وان احنا فعلا في وقت حاسم قوي ووقت صعب قوي ووقت استثنائي قوي ان احنا نستضيف بطوله بالحجم ده، ومع ذلك مصر قادره على ده. طيب معانا استاذ محمد ناجي، برحب بحضرتك يا فندم على شاشه قناه الاهلي. زي حضرتك، وبنتكلم يا فندم على انه في تحديات كتير قوي الفتره دي، ومع ذلك يعني الانطباع جاي يعني قوي جدا من الوفود الاعلاميه المرافقه لبعثات المنتخبات، كلمنا عن ده اكتر، ايه انطباعهم؟ طيب هنحاول نتواصل مع استاذ محمد ناجي، لان واضح انه الشبكه يعني مش في احسن احوالها. بنتكلم يا احمد في انه صعب قوي الفتره دي، انت عارف انه الاولمبيكس، انت يعني اليابان ماجله الاولمبيكس، في كلام تاني انه ممكن يتم تاجيل الاولمبيكس تاني او اولمبياد طوكيو، ولما حصل تصويت على احد المواقع ليها علاقه بالاولمبياد او اقامه الاولمبياد، الاكثر النسبه الاكبر جت بانه الشعب الياباني عايز يتم تاجيل الاولمبياد مره ثانيه، وان ما تتمش اقامتها في وقت فيروس كورونا. هو احنا بنتكلم دايما على الحل الاسهل، واحنا مش بتوع الحلول السهله، يعني الحل الاسهل في ظل طبعا انتشار كوفيد-19 او فيروس كورونا، واستضافه الكلام عن استضافه بطوله بحجم بطوله كاس العالم مشاركه 32 منتخب، تتكلم على تأمين على مستوى صلاة الوصول، على مستوى وسائل الانتقال، على مستوى الملاعب والفنادق اللي بتستضيف الفرق المشاركة في البطولة، مجهود كبير جدا. الحل الأسهل هو الإلغاء أو التأجيل، وده حصل في أكتر من مناسبة على مستوى كتير من دول العالم المتقدمة. أنا مش بكلم حضراتكم على دول إمكانياتها متواضعة ولا دول إمكانياتها متوسطة، أنا بكلم حضراتكم على دول العالم المتقدم اللي رفضت او اجلت استضافه بطولات بنفس الحجم. لكن مصر الحقيقه، وده بشهاده الوفود المشاركه ورؤساء البعثات الخاصه بالمنتخبات المشاركه في كاس العالم، نجحت حتى اللحظه بشكل كبير جدا في استضافه طبعا البطوله في ظل الظروف الاستثنائيه. نختم فقره الاخبار مع حضراتكم بنتيجه تصويت الجمهور على افضل لاعب في مباراه الاهلي والإنتاج الحربي، واللي ساهمت النتيجة الحقيقة في تغيير جدول الترتيب العام. في المركز الأول كان، خليني قبل ما أقول المركز الأول خليني أقول لحضراتكم أنه طيب ظهر خلاص كابتن وليد سليمان طبعا بيفوز بالمركز الأول، ومن اللحظة الأولى يمكن أنا وسارة قلنا أن الحاوي الحقيقة قدم مباراة أكثر من رائعة، والحقيقة ده كان واضح بشكل كبير جدا، حسم التصويت بفرق كبير جدا عن منافسيه في المركز الثاني أو الثالث. المركز الثاني أو الثالث اتنافس عليه أربع لعيبة، أكرم توفيق، بدر بنون، علي معلول، أليو ديانج. والمركز الثاني كان من نصيب أكرم توفيق. بالظبط كده، أكرم بيدخل لأول مرة الحقيقة، وأكرم الحقيقة من اللعيبة اللي خدت حجم تصويت كبير، يعني أعتقد أنه الأربع مراكز دول كان برضو الفارق في الأصوات بينهم وبين بعض مش كبير قوي، لكن كلهم الحقيقة كانوا واخدين أصوات كتيرة جدا، لكن أكرم نجح في أنه هو يحسم المركز الثاني لصالحه، وبعده في المركز الثالث جه
طبعا المركز الثالث كان من نصيب لاعب يمكن مش بقاله كتير معانا، ولكن الاشاده كبيره قوي. بدر بنون طبعا اللي فيه ثبات في المستوى رهيب عند اللاعب المغربي بدر بنون اللي صحيح. كان من نصيبه المركز الثالث. كده المركز الاول وليد سليمان 3 نقط، والمركز الثاني اكرم توفيق 2 نقط، والمركز الثالث بدر بنون 1 نقطة. تقول لنا الجدول كله. لما نضيف النقاط دي على رصيد لاعيبه النادي الاهلي اللي دخلت في ماتشات سابقه قبل كده، ما زال كهربا وعلي معلول بيحتلوا المركز الاول بالتساوي برصيد 8 نقاط من اجمالي 8 ماتشات لعبها كل واحد فيهم. كان الي ديانج محتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، لكن بعد فوز وليد سليمان بالمركز الاول بياخد 3 نقاط يضافوا ل3 نقاط سابقه كان حصل عليها، وبالتالي بيوصل عدد رصيده ل6 نقاط يحتل بيهم المركز الثالث في الترتيب العام. يتراجع الي ديانج من المركز الرابع للمركز من المركز الثالث للمركز الرابع برصيد 5 نقاط، وبيدخل بنون. بنون واخد في 4 ماتشات تصويت الجماهير، مرتين كثالث أفضل لاعب ومرة كثاني أفضل لاعب، بيبقى عنده 4 نقاط بيحتل بيهم المركز الخامس. وراهم بيجي محمد شريف برصيد 3 نقاط. بعد كده عندنا عمرو السولية برصيد 2 نقطة. طبعا عمرو غاب ماتشات كثيرة جدا، والحمد لله على سلامته. امبارح أول مرة نشوفه في الملعب، إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية تكون فترة تألق واستعادة المستوى. طيب يعني كل مرة الحقيقة، وزي ما قلت لحضراتكم، عدد كبير من لاعيبة النادي الأهلي خدت ثقة الجماهير في أكتر من مباراة، وبعتقد أنه هنستمر مع حضراتكم. طبعا بفكركم برضو بسؤال حلقة النهاردة، من وجهة نظركم مين أفضل 3 لاعبين في مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟ هنروح لفاصل، لكن السادسة لسه ما انتهاش، هنرجع لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا بعد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، احنا بنتكلم على أزمة اقتصادية بتعاني منها معظم أندية العالم بما فيهم الأندية الكبيرة. وخدوا بال حضراتكم، احنا بنتكلم على أندية زي ريال وزي مانشستر يونايتد وزي بي اس جي وزي بايرن ميونخ. كل الأندية دي الحقيقة فرقة الكورة بالنسبة لها بس مصدر دخل كبير جدا، تأثرت وعانت بشكل كبير جدا بسبب طبعا أزمة انتشار فيروس كورونا. بكلم حضراتكم على تراجع وانخفاض في معظم الميزانيات مقارنه الايرادات بالمصروفات. تجد ان معظم الانديه الكبيره جدا بتعاني من حاله عجز شديده، وبالتاكيد هياثر على مستوى الكره وهياثر على مستوى التعاقدات وهياثر على سوق الانتقالات بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. هنروح لالمانيا تحديدا. اكتر من سؤال طبعا، مفاجاه كبيره جدا، كل عشاق البايرن ميونخ صاحب الثلاثيه الموسم الاخير بيخرج من كاس المانيا على ايد فريق من الدرجه الثانيه، فرقه هولشتاين. هيكون معانا الصحفي كارستن كليرمن بشبكه راينشي بوست الالمانيه. مساء الخير، وبرحب بيك طبعا في البدايه على شاشه النادي الاهلي. مرحبا، تحياتي لكم من قلب المانيا من ميشن جلادباخ. اود في البدايه اهنئكم بان النادي الاهلي بالفوز ببطوله افريقيا للانديه واللعب في بطوله العالم للانديه الشهر المقبل. شكرا لكم. نتمنى طبعا بالتاكيد، واحنا كمان مبارك لبايرن ميونخ، ونتمنى انه يجمعنا لقاء حتى وان كان على قمه او على الفوز بكاس البطوله ان شاء الله في كاس العالم. شكرا لك، واتمنى ذلك، ستكون مقابله مهمه جدا ان حدث ذلك. طيب بدايه، وقبل ما ادخل في اهم الاخبار تتعلق بالانديه الالمانيه، خليني اعرف من وجهه نظرك تاثير ازمه الكورونا كوفيد 19 على الدوري الالماني وعلى الانديه الالمانيه. بالفعل أثرت أزمة كورونا على الأندية في ألمانيا وعلى الفانس، على الجمهور، وتكبدت خسائر كثيرة بالفعل. وكما أعرب عن ذلك كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في حوار جراو مؤخرا، أعلن ذلك واعترف قد يمكن أن تؤدي ذلك إلى إفلاس أندية كبيرة وأندية ألمانيا بسبب غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا. وأثر ذلك بالفعل ليس فقط على الأندية في التأثير المالي، وأيضا على الجمهور في التمتع بكرة القدم.
أبدأ معاك بالكلام عن بايرن ميونخ، بما أنه واحد من أكثر الأندية الألمانية اللي ليها شعبية هنا في مصر. والحقيقة يمكن كانت مفاجأة للجماهير دي خروج البايرن على إيد هولشتاين من بطولة كاس ألمانيا. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب اللي أدت للخروج المبكر ده؟ بالفعل هي خسارة مفاجأة في أمام هولشتاين كيل في أحد أندية دوري الدرجة الثانية في كأس ألمانيا. نرى أن الفريق البافاري يعاني بعض الاضطرابات في الفترة الأخيرة أيضا في البوندس ليغا. أرى أن البايرن لم يستطع أن يبني الاستقرار المطلوب أثناء المباراة، قد يعاني في خط الدفاع في هذه الفترة. البايرن المتوج بالثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فهذه هي مفاجأة كبرى، شيء لا يصدق، خسارة الفريق البافاري الكبير أمام أحد أندية دوري الدرجة الثانية هولشتاين كيل. بالفعل فهو يكافح في إعادة السيطرة مرة أخرى للفوز بالألقاب والرجوع إلى مكانه في البوندسليغا. فكما نعلم هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها بايرن ميونخ في التأهل لدوري لدور 16 في كأس ألمانيا منذ عام 2000. حتى ورغم أنه بيبقى في بعض المواسم في منافسة قوية من أندية زي بروسيا دورتموند أو زي لايبزيج لبايرن ميونخ، إلا أنه الفريق كان قادر على الحصول على لقب البطولة لمواسم متكررة. هل تتوقع أنه ده يستمر الموسم ده، ولا قد يجد جديد من وجهة نظرك في بطولة الدوري الألماني؟ احتمالية ذلك غير موجودة من وجهة نظري، لا أعتقد ذلك. أرى أن البايرن كما ذكرت غير مستقر ويمر بأضعف حالاته الفنية، لديه مشاكل في خط الدفاع كما ذكرت، ليس الأمر واضح، يمر بأزمة فنية. فكما نرى في جدول الترتيب، لايبتسيج يعتلي المرتبة الثانية بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ، ويأتي بعد ذلك ليفركوزن ودورتموند في الترتيب بفارق نقاط قليلة، حيث يأتي دورتموند في المركز الرابع في ترتيب الجدول. أعتقد من وجهة نظري أنه صعب الحصول أو الحفاظ على التايتل، على اللقب هذا العام بوندسليغا لبايرن ميونخ في ظل وجود هذه المنافسة القوية. أخبار كثير ترددت عن بعد مشوار طويل طبعا مع البايرن عن قرب انتقال ديفيد ألابا، كلام على رغبة ريال مدريد في ضم ألابا لصفوفه، وكلام أيضا عن اهتمام من ليفربول. إلى أي مدى بترى دقة هذه الأخبار، وإلى أي وجهة ستكون أو سيكون مشوار ألابا في الفترة القادمة؟ بالفعل دافيد ألابا هو لاعب مهم جدا، فهو لاعب مرن متعدد الاستخدامات في الملعب. ريال مدريد في عز الحاجة إليه، وهناك الأنظار إلى ضم دافيد ألابا. هو لاعب خط وسط مركزي ودفاع مركزي ومركز الظهير الأيسر، فهو لاعب مهم جدا من وجهة نظري لفريق الريال مدريد. فعلا كلامك صحيح، أعتقد أن هذا سيعد هو انتقال كبير في الكارير الخاص بدافيد ألابا. أعتقد ذلك وأتصور ذلك، أنه قد يحدث هذا الانتقال في الميركاتو القادم، وأعتقد أن دافيد ألابا قد يغادر البايرن. بالفعل ريال مدريد هو الفريق الذي ينتظره دافيد ألابا. هل البديل زي ما ترددت بعض الأخبار أو الأنباء هيكون إيدر ميليتاو، كلام عن اهتمام بايرن ميونخ بانتدابه لصفوفه، وهل ده هيكون صفقة بديلة عن خروج ديفيد ألابا من القائمة الرئيسية للبايرن؟ بالفعل هذا الشخص، هذا اللاعب ميليتاو، هو قد يكون البديل. فعلا دافيد ألابا لاعب مهم كما ذكرت،
نفس المركز، نفس القوة، نفس جودة اللاعب، فأعتقد هو قد يكون البديل الحقيقي له، فهو مدافع ريال مدريد الأسباني الحالي. أعتقد من وجهة نظري فهو تغيير أو تبديل منطقي لتغطية هذا المركز المهم. أوباميكانو، أعتقد دعني أذكر لك أن هناك بعض المفاوضات مع أوباميكانو الفرنسي لاعب لايبزيغ، فهناك مفاوضات ومحادثات في ضم هذا اللاعب أوباميكانو لصفوف الفريق البافاري ليقوم كبديل لدافيد ألابا. كما ذكرت ربما هناك بعض المشاكل في خط الدفاع، وقد يكون دايوت أوباميكانو أو ميليتياو هم البديل في حالة انتقال ألابا إلى ريال مدريد أو غيره من الأندية. لديك حق. كارستن كليرمان الصحفي بشبكة رانشي بوست، بشكرك شكرا جزيلا، ومرة تانية نتمنى إن شاء الله مقابلة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية. كلام كتير جدا، وأنا بتهالي إنه كل جماهير النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية في العشرة ولا الـ14 يوم اللي جايين يهمهم جدا الإطمئنان على فرقتهم. أنا ببص الـ14 يوم دول عن هم مرحلة تحضيرية تمهيدية تجهيزية للفرقة عشان تبتدي المعترك الأصعب، مشوار كاس عالم للأندية، بداية مشوار دوري أبطال، كاس سوبر إفريقيا، كلها مراحل مهمة جدا. وعشان كده كلام أكتر هيكون عن استعدادات الفريق وعن ملامح فرقة النادي الأهلي في الفقرة القادمة مع واحد من أبناء ونجوم النادي الأهلي كابتن فتحي مبروك، هيكون ضيف علينا في السادسة. تابعونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، منورني في الاستوديو كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر السابق، مسيره كبيره كلاعب كره ومسيره كبيره كمان في التدريب، وكلام كتير طبعا عن النادي الاهلي الفتره الحاليه. برحب بيك يا كابتن أهلاً فتحي، منورنا. اهلا بيك وكل طيبه، وانا سعيد جدا اني معاك وسعيد جدا ان في برنامج السادسه. احنا اللي سعداء اكتر طبعا، ودايما مشرفنا ومنورنا، وجماهير النادي الاهلي بتسعد بحضرتك دايما على شاشه القناه. خليني ابدا مع حضرتك من مباراه امبارح، مباراه الاهلي والبنك الاهلي، شفتها ازاي فنيا واسباب التعادل من وجهه نظر حضرتك؟ هو طبعا انا يمكن وجهه نظر فنيه، يعني كابتن محمد يوسف استفاد من تجربه وادي دجله، مباراه الاهلي وادي دجله، استفاد استفاده كبيره في كيفيه النهارده الخروج بنتيجه ايجابيه، وخرج بنتيجه التعادل. يمكن هو لاعب بثلاثه استبارات، والثلاثه استبارات دي يعني في كتير قوي في العالم بيلعبوها على فكره، وخصوصا الفرق اما بيبقى لازم فرقه قويه زي النادي الاهلي بيلعب ببنك الاهلي، بيبقى استراتيجيه المدرب او فكر المدرب كيفيه النهارده ان انا عايز اطلع بنتيجه، نتيجة مش ثقيلة، نتيجة النهاردة أقدر أتعامل مع المباراة. فهو كابتن محمد لعب بالمباراة، لعب بثلاث استبارات واثنين طبعا على الأطراف ظاهرين، ولعب بأربعة في وسط ملعب، اثنين منهم على الأطراف، ولعب برأس حربة واحدة، فده كان دليل إن هو ناوي إن المباراة تخرج في حالة تعادل. النادي الأهلي يمكن استحوذ بنسبة 80% استحواذ، 80%، ولكن كان المفروض برضو الحاجات اللي بنشتغل عليها او الحاجات الاستراتيجيه بتاع مستر موسيماني كنا لازم نستغلها كويس جدا، عمليه التسديد على المرمى، عمليه النهارده شغل الجناب، والزياده العدديه داخل ال 18، لان الكابتن محمد يوسف كان عامل كثافه عدديه داخل ال 18 كتير جدا حتى في الكوره العرضيه، فكان لازم يبقى في زياده عدديه في الحته دي علشان نقدر نسجل. الناس اللي بتشتغل من الاجناب لازم تبقى مركزه قوي، انا هلعب الكره لمين، يعني مش مجرد ان اوفر بيتلعب وخلاص، لا انا عايز اشوف مين اللي هقدر وضع حركي هقدر استغله النهارده يقدر يسجل منها هدف او نقدر نسجل منها فرصه لتسجيل الاهداف. ولكن امبارح طبعا الكابتن محمد يوسف لعب زي ما قلت لك باستراتيجيه دفاعيه بحته. يعني لما يكون كده الفريق اللي قدامك يا كابتن فتحي عامل لك حيطه كده في ال 18، مش يعني دفاع بيدافع كويس جدا، جايب كل اللعيبه تدافع، هو هدفه ان هو يطلع بنقطه من المباراه دي، بيبقى ايه الحلول بقى هنا؟ يعني هل الحلول مثلا ان اللعيبه اللي في الشق الهجومي عندك تلعب براسها اكتر كويس جدا علشان مثلا العرضيات يستغلوا حاجه زي دي؟ يعني ايه الحلول اللي تبقى محتاجينها؟ ما هي انت مظبوط بتتكلمي مظبوط، وانا قلت لك الاجناب لازم يبقى في زياده عدديه، الزياده العدديه النهارده بتستتبع من وضع حركه، يعني الاوفر بيتلعب مثلا محمد هاني في الجانب الايمن بالظبط، الناس كلها تبقى في وضع حركه، ما ياخدش كره من الثبات، لان هو خلاص رجع خط دفاع طبعا البنك الاهلي ده وقف وتمركز كويس وشايف الكره العرضيه اللي جايه، عشان كده هو كان الاسبقيه حتى في طلوع معظم الكور
بتشتتها. فكان لازم هنا يبقى بوضع حركة، السويتشات مع بعض النهاردة، ناس مميزة في ضربات الرأس أقدر أطلعها، التسديد من بره ال 18 لازم استغله كويس جدا. بالظبط، يعني كل هذه الامور حلول في التكتل الدفاعي اللي كانت معمول البنك الاهلي امبارح. طيب خليني اقول لحضرتك ارقام كده برضو تقولي رايك فيها. الاهلي سجل 3 اهداف بس من اصل 16 هدف في الشوط الاول، من الدقيقه 60 لحد الدقيقه 90 احرز 10 اهداف، ازاي بتقيم الارقام دي؟ هو بصي دائما الفرص، دائما الفرص على فكره في استغلال فرص دايما بتبقى في الدقائق الاولى. طالما استغلت فرصه وطالما النهارده سجلت في الشوط الاول، سجلت في الدقائق الاولى. ولكن اذا كان هناك بقى، اذا كان هناك تاخير، فممكن اسلوب او تكتيك الفرقه اللي بتلعب ضدي زي امبارح البنك الاهلي زي وادي دجله بيأخر المباراه او بيأخر النهارده تسجيل الاهداف. عشان كده النادي الاهلي مسجل 13 زي ما حضرتك بتقولي في يمكن في الشوط الثاني، وده بيؤدي الى ان اللياقه الفنيه والبدنيه بتاعه لعيبه النادي الاهلي احسن من فرق كتير، وبيسجل منها الهدف، بيسجل منها في الشوط الثاني. بتؤدي كمان الحاجه التكتيكيه او اسلوب تكتيك او اسلوب تغيير التكتيك من موسيماني والجهاز الفني برضو يقدر يحط عناصر عندها الميزه ان هي تسجل في الشوط الثاني، يعني زي وليد سليمان مثلا. وليد سليمان ما بيلعب دائما بيسجل، يعني في ماتش سجل هدفين، في ماتش بيسجل هدف، كل هذه الامور. حضرتك مع انه وليد سليمان يبدا المباراه ولا مع فعلا ان هو التغييره الذهبيه اللي تنزل تغير شكل المباراه وشكل فريق النادي الاهلي وبيقدر يحط هدف في الاوقات الحاسمه اللي بيحتاجها في الفريق؟ بص انا بكلمك قلت الامانه دي دائما فكر مدير فني، محدش يقدر النهارده. لا ما هو برضو حضرتك كنت مدير فني. بص حضرتك النهارده في ناس، انا سمعت امبارح ناس بتعترض او ناس بتقول لك لا وليد ما يبتديش وليد لا انا النهارده مدير فني، النهارده وليد ده بيسجل لي اهداف ولا ما بيسجلش؟ بيسجل. النهارده وليد لما بينزل النهارده بيدي رونق وروح للفرقه، النهارده ما شاء الله بيشتغل في كل حته، بيشتغل في الجنب الشمال والجنب اليمين وتحت راس الحربه وبيسجل لي اهداف. فالنهارده ممكن يكون مستر موسيماني امبارح محتاج وليد لتسجيل هدف مبكر. فالنهارده مش عايزين نحمل لا مستر موسيماني ولا وليد ان وليد ابتدى وحصل له يمكن شد وحصل له كور، دي برضه يمكن حاجات بتبقى دائما خلاص دي بترجع بقى ايه النهارده جيري سبرنت، احتكاك، التحام، حاجات كتير. اللعيب معرض ان ممكن يتعور بعد دقيقه من المباراه. طيب ازاي تابعت برضو يا كابتن فتحي عوده محمد هاني بقى للمركز الظهير الايمن؟ لا بصي محمد يمكن من سنتين بصراحه، يعني محمد من سنتين ما كان بياخد ماتشات، محمد الحمد لله من اللعيبه الكويسه جدا. ابتدى دفاعيا حتى يبقى ليه ثقل دلوقتي دفاعي، كان برضو كنت انا بقى يمكن في حته الدفاعيه دي برضو كان في شيء. لا ابتدى دلوقتي يقفل كويس، ابتدى يبقى ظهير عنده الملكه الدفاعيه والملكه الهجوميه، ودليل انه بيهاجم دلوقتي، اصبح بيهاجم على الطرف واصبح كمان بيهاجم من العمق. برضو دي ميزه، يعني ميزه النهارده في تطوير الاداء، بدل ما اشتغل دائما على الخط لا انا بشتغل دائما من برضو من جوه. وبيشتغل برضو على وانتوات ويشتغل على حاجات من دي، فدليل ان هو ابتدت كفاءته البدنيه تزيد الحمد لله محمد هاني. طب كنت شايف ازاي تغييرات موسيماني في مباراه امبارح الاهلي والبنك الاهلي؟ لا بصي دائما التغييرات بتبقى دائما حسب ظروف الماتش، يعني حسب ظروف الماتش وحسب النهارده الفرقه اللي بتلعب قصادي ايه. يعني الفرقه اللي بتلعب قصادي ايه، فلازم احط النهارده ناس سرعة، يعني ناس السرعة في الحته دي برضو، لان التكتل الدفاعي لفرقه البنك الاهلي ما ادتليش مساحات. النهارده المساحات، النهارده انت عايزه فرقه النهارده بتبتدي تضغط من قدام عشان تخلق مساحات في خط الظهر. خط الظهر بتلعب عناصر بقى مميزه سريعه، محمد شريف، الناس السرعة دول. فالامور كلها التكتل الدفاعي اللي كابتن محمد يوسف كان عامله هو ده يمكن اللي ما ساهمش ان حتى الناس اللي نزلت ساعدت في ارتفاع المستوى. طيب احنا داخلين يا كابتن فتحي على مباراتين مهمين جدا طبعا، مباراه المقاولين يوم الخميس ان شاء الله، وبعديها مباراه بيراميدز، ومهمين مش بس عشان هم مهمين في الدوري ولازم الست نقط دول ان شاء الله الاهلي ياخدهم، ولكن كمان تحضير قوي لكاس العالم للانديه. عايز اعرف شايف ازاي مبدئيا مباراه المقاولين قبل ما نروح لمباراه بيراميدز، وانه ايه الطريقه الامثل اللي ممكن يلعب بيها موسيماني؟ برضو حضرتك يعني ليك مسيره في التدريب وليك فكرك، وبسال حضرتك من وجهه نظرك. لا وبصي النهارده لو حتى كان في مباراه المقاولين والاسماعيلي، تالي يمكن المقاولين كان فايز 1-0 لاخر دقايق يمكن قبل ما ادخل الاستوديو. المقاولين النهارده في دوافع عنده عاليه جدا، برضو المقاولين السنه اللي فاتت كان في مركز متقدم، يعني كان بيلعب في المركز الرابع، النهارده لسه ترتيبه في الجدول لسه برضو ما. فطبعا يمكن الكابتن عماد النحاس ممكن برضو من النوع اللي عنده حته الهجوميه، برضو عنده بيهاجم وعنده يضغط من قدامه كل هذه الامور،
فالجيم يبقى مفتوح بعكس البنك الاهلي زي ما قلت لك، بعكس وادي دجله انه برضه يعني عارف خطوره النادي الاهلي ومفتيح النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده شوك هجومي عالي جدا وسرعة جدا وبيسجله. فالمقاولين بيلعب باستراتيجيه ان هو برضه ايه جيم مفتوح او جيم النهارده فيه ضغط. فانا شايف النادي الاهلي، برضه لازم يستفاد من الضغط، الامامي على خط ظهر المقاولين عشان يستفاد اذا كان هناك اخطاء ممكن يستفادها، ممكن يخلي فرقه المقاولين دائما في منطقه الدفاع يعني. طب يعني من وجهه نظر حضرتك التشكيله مثلا المثاليه لو كل اللعيبه في حالتها الصحيه السليمه يعني توب فورم؟ لا بصي التشكيله برضو مستر موسيماني على فكره لو تيجي تلاحظي هتلاقي التشكيله عنده يمكن فيها ثبات كبير جدا. يمكن مركز الحرب راس الحرب ممكن حصل فيه تغيير الفتره اللي فاتت، ولكن هو التشكيل انا شايف التشكيل اللي بيلعب ده تشكيل مثالي للفرقه يعني. يعني تشكيل مثالي للفرقه يعني، برضو هتلاقي محمد داني، هتلاقي ايمن اشرف، هتلاقي الناس اللي موجوده كلها بتلعب، بدري بنان، هتلاقي علي معلول، هتلاقي نص الملعب يانج، هتلاقي برضو حمدي فتحي، هتلاقي كل التشكيله الاساسيه، هتلاقيها يعني هتلاقيها برضو في الخطوط دي. ولكن اذا كان هناك يبقى تغيير انا شايف ممكن يبقى فيه في جنب من الجنبين ممكن استغلال برضو محمد شريف او طارق. طيب عايزه برضو اعرف منك مباراه المقاولين، مباراه بيراميدز بعد المقاولين طبعا مباراه مهمه جدا، شايفها ازاي فنيا؟ لا برضو بص يمكن بيراميدز برضو ممكن هتبقى ماتش صعب، خلينا برضو بنتكلم بواقعيه. بيراميدز عنده نجوم يعني عنده نجوم برضو، خلي بالك على المستوى الدولي ومستوى الافريقي وكل، عنده نجوم كويسه يعني، عنده نجوم كويسه، وخصوصا اذا كان هناك اربعه من لعيبه من النادي الاهلي مثلا بيلعبوا في بيراميدز دلوقتي. ف سيك بقى من اللي يقول لك اصل عارفين مواطن القوه والضعف، ان لا هم يبقى عندهم من جواهم روح قتاليه جدا ان هم يكسبوا النادي الاهلي. طبعا يكسبوا النادي الاهلي. فخلينا بنتكلم في اطار ان انا النهارده عندي اربعه لعيبه مثلا من النادي الاهلي منقولين لبيراميدز، ولكن النادي الاهلي قادر، طبعا بعد يمكن التعادل امبارح مع البنك الاهلي زي ما قلت لك مباراه المقاولين تدي مؤشر كويس لماتش بيراميدز، وده زي انت ما قلتي استعداد كويس لبطوله الانديه كاس العالم اللي هتقام. قبل ما نروح لها عايز اعرف من حضرتك ازاي تابعت اداء طبعا حمدي فتحي الفتره اللي فاتت واثر غياب السوليه على اليو ديانج. هو بصي حمدي لعيب كويس يعني، حمدي لعيب كويس حتى استغلاله في الضربات الثابته، بيطلع في الكورنرز بيطلع، قبل كده سجل اهداف. ولكن هو برضه عايز حته الهدوء النفسي دي وسط الملعب، لازم يبقى فيه هدوء نفسي، ما بقاش النهارده احتكاكه كتير. معلش انا بتكلم حسب ما بشوف احتكاكه كتير بالحكام. خلاص الحكم حسب عليك فاول النهارده، خلاص ما تحتكش او ما تخشش في مشده مع الحكام وكلام من ده، عشان انت ما تبقاش النهارده سايب بصمه ان انت بتكلم الحكام على طول. في حكم ممكن يتحمل ويديك انذار، في حكم ممكن يبقى متسرع ويطردك. فالامور دي كلها لا، هو لعيب كويس، لعيب ليه تمريرات كويسه، ليه رؤيه كويسه حتى في الملعب، تغيير الجنب ده كويس جدا عنده زي ما قلت لك، استغلال في الضربات الثابته. فانا شايف هو دينج برضو الاثنين كويسين بيمثلوا قوه وسط ملعب النادي الاهلي. عمرو السوليه برضو بيبقى اضافه يعني، عمرو السوليه بيبقى اضافه كويسه جدا، ان عمرو برضو من النوع اللي بيسدد من 18، من النوع اللي بيستغل فيه الضربات الثابته. فما تيجي تبصي على الاثنين هتلاقي الاثنين يمكن في اطار واحد هو. بس يانج اللي طور ادائه دلوقتي ابتدى عنده الشق الهجومي بقى كويس جدا كمان. طيب على ذكر حضرتك بقى للحكام وملف التحكيم اللي حضرتك شايف قد ايه يعني اثار جدل كبير ولسه بيثير جدل كبير طبعا في مصر وخصوصا مع النادي الاهلي، لو هنبدا بمباراه امبارح هناخده واحده واحده كده، لو هنبدا بمباراه امبارح الكوره الهدف بتاع ايمن اشرف شفته ازاي؟ انا عايز اسالك سؤال، يا اما نعترف بالفار يا اما نعترف بالفار، صح ولا غلط؟ في مش النادي الاهلي على فكره، لا بس ان في ناس كتير جدا بتعترض يعني، بتعترض ان الحكم النهارده صفر هدف وبعدين الفار يقول له لا ده مش هدف، ناس كتير بتعترض. فالاعتراض النهارده برضو بيؤدي النهارده عايز النظام ده والسيستم ده يمشي ولا مش عايزه؟ لان كتير جدا. انا يا فندم ليه جبت النظام ده؟ انا جبته عشان يكون في عداله تحكيميه، انا جبته علشان يكون زي ما دايما بقول، يمكن لما الفار بدا يدخل في كره القدم كان في ناس كتير من مشجعي الكوره قوي متضايقين من فكره انه انت بتقتل رتم اللعب، واحنا الكوره حلاوتها في الكوره حلاوتها في السرعه دي بالظبط، في السرعه بتاعتها، وانه اللي يحصل بقى مارادونا يجيب جون بايده ما يتشافش. بس احنا كلنا اخترنا اول معظم اختار انه يبقى في عداله تحكيميه عشان ما حدش بيشوف بيحب يشوف فريقه وهو بيتظلم. فانا دلوقتي اخترت ان انت تكون موجود وانك
تتطبق في الدوري المصري علشان ده يقل يقوم ده يزيد يعني يا كابتن؟ يعني لو قبل كده كان في عذر للحكام ان هم ما يقدروش يشوفوا الكره مره واثنين وثلاثه ما خدش باله، دلوقتي انت مالكش عذر، ده انت بتعمل كده بتروح للفار بتشوف كل الكره من كل الزوايا. فانا انا طالبت ان انت يكون في فار وفي تطبيق للتقنيه دي، بس مش عشان تظلمني. ما هو هنا بقى، هنا انت مشكلتك اكبر، انت دلوقتي شايف الكره من كل ناحيه وبرده بتاخد القرار الخطا. مين سحب القرار في النهايه؟ الحكم ولا الفار؟ حكم الساحه. طب الحكم النهارده حسب ماشي، واللعيبه اعترضت والجهاز الفني لاي فرقه اعترضوا وشوع الفار، الفار النهارده اداله ان الكره دي مش جول. مين النهارده اصبح صاحب القرار النهارده في الغاء الهدف؟ الفار. فالنهارده في كتير جدا، معلش يعني، في كتير جدا اجهزه فنيه بتعترض على الفار، بتعترض النهارده سواء فاول سواء ضرب الجزاء. حضرتك ضد الاعتراض دي يعني؟ طبعا. انت النهارده النظام ماشي بالعالم كله، احنا نحاول نطور، بنطور نفسنا يعني، بتطور نظام الاحتراف، بنطور السيستم داخل الفار، كل هذه الامور بنطورها. فالنهارده الاعتراضات اصبحت كثيره جدا على الفار، واصبحت كثيره جدا على الحكام، وانتقادات وكلام كتير قوي. ما احنا هنمشي طبعا نظام الاعلام، ونمشي تبع النهارده سيستم، والناس النهارده ما تتكلمش برضو. ما خلي بالك، لو انا ما فيش فار، لو انا النهارده الحكم لغى الهدف بتاع ايمن امبارح، برضو هيتذبح اعلاميا، صح ولا مش صح؟ هيتذبح اعلاميا. بس هو هدف يا فندم في كل دوريات اوروبا بيتحس بهدف يعني، وحضرتك يعني برضو يعني تعرف اكتر مني في ده يعني. ف الاعتراض بيحصل في كل العالم يعني. لسه كان يورجن كلوب بيتكلم على ان هو ما بيتحسبلوش ركلات جزاء زي اللي بتتحسب لمانشستر يونايتد وسولشاير، بس بيحصل في كل العالم. ليه؟ لان كل جهاز فني وكل جمهور وكل فريق عايز يكسب، ومش بس عايز يكسب، عايز ما يتظلمش، عايز ما يتظلمش، وعايز فرقته تكسب، وعايز كل الامور تبقى ماشيه صح. ولكن هناك ممكن حاجه تبقى يعني اخطاء، ما في اخطاء تحكيميه غير مقصوده، ممكن اخطاء تحكيميه النهارده بتؤدي الى نتيجه ماتش بتخسر فرقه، بس حكم مش مقصود. هو حكم ممكن يكون وقفته، ممكن يكون رؤيته للكوره، ممكن يكون المساعد بتاعه ما شافهاش كويس، في حاجات كتير بتؤثر. ولكن انا من انصار ان احنا دائما اذا دخلنا نظام جديد لازم نحترم هذا النظام. لازم نحترمه كلنا، لازم نحترم الفار ونحترم الحكام عشان المنظومه في حد ذاتها تبقى ماشيه في طريق مش سكوية. الانتقاد ده برضو انا برضو بطرح على حضرتك وانت تشوف لصالح السيستم ده او النظام ده عشان يتطبق بطريقه صحيحه يعني. مش لازم دايما اوجه انه لا هنا في مشكله، لا هنا في غلط، لا ليه بيحصل انه حاجات بتبقى واضحه وضوح الشمس، ويمكن معظم خبراء التحكيم شايفين ان دي ركله جزاء، شايفين ان ده هدف صحيح، ومع ذلك مش بيتم احتسابه. هنا مش لازم انا اوجه انه النظام مش بيتطبق بالطريقه الصح اللي هي تديني العداله اللي انا عايزاها، ومش لازم تكون 100%. ما هو بصي، انت عشان النظام جديد علينا، خلي بالك برضو بيحصل ايه، بيحصل نوع من الاختلاف ما بين الناس اللي قاعده جوه في السيستم اللي على الفار والحكم. يعني النهارده تعالى بص من زاويه مختلفه، الحكم النهارده ممكن كره النهارده يبقى شاكك فيها، ممكن كره شاكك فيها النهارده ان الكره تخطت، لا ده ما حسبهاش، لا راح الفار، لا الكره تخطت خط المرمى فحسبها هدف. ممكن يبقى شاكك في كوره ما حسبهاش ضربه جزاء، النهارده لو راح للفار النهارده ضربه جزاء هيديها ضربه جزاء. فالنهارده الامور متوازنه ما بين الحكم وبين الفار. النهارده الفار ممكن يؤدي زي ما قلت لك امبارح، يلغي هدف بتاع ايمن، الحكم كان مديه هدف. فالنهارده عمليه تبادليه بين الاثنين، يعني ممكن يبقى في صالح وممكن يبقى ضد. هو القرار النهائي لحكم الساحه، وممكن يبقى صالح، شو الفار ممكن يبقى في صالح وممكن يبقى ضد. طيب كلام اكتر لسه في الموضوع ده يا كابتن فتحي، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن فتحي مبروك. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن فتحي مبروك، وكلام جدلي شويه عن التحكيم طبعا وعن حكم مباراه امبارح. وكنا بنتكلم يا كابتن في الفاصل على الشناوي وقرار ايقافه من قبل لجنه المسابقات باتحاد الكوره 4 مباريات بعد الواقعه مع الحكم في مباراه الاهلي والبنك الاهلي، وكنت بسالك شايفها ازاي، وكنا بنتكلم في حته التقرير، هل الحكم كتب ده في التقرير؟ لا، كتب انه كان تصرف عفوي من الشناوي. لا بصي، التقرير دائما هو اللي بيؤدي اللجنه المسابقات تاخد قرار ضد اي حد، ضد مدرب او ضد لعيب. هل النهارده تقرير الحكم النهارده ادان محمد الشناوي ان هو تعامل معاه بعنف، تعامل معاه ان هو مسك ايد، تعامل معاه كل هذه الامور؟ فلجنه المسابقات بتدي هذا القرار.
تقرير الحكم نفسه هو اللي بيخلي لجنه المسابقات تاخد القرار. هل تقرير الحكم فيه حاجه زي كده؟ طيب بما انه ما فيهوش حاجه زي كده يبقى النهارده هل لجنه المسابقات النهارده من خلال متابعتها للمباراه شافت هذا الموقف وبناء عليه ادت هذا القرار؟ يبقى النهارده قرار اذا كان هناك ايقاف لمحمد الشناوي مع احترامي الشديد للحكم ما كتبش في تقريره حاجه واللجنه المسابقات شافت زي ما قلت لك شافت على شاشه التلفزيون يبقى الحكم لازم يبقى ياخد قرار وكده. طيب ده انا رايي الشخصي. ماشي، لانه في ناس برضو يا كابتن او مش ناس، في جماهير النادي الاهلي كتير بيبقوا شايفين انه الاخطاء الكتير اللي بتحصل في مباريات الاهلي وكمان حاجه زي عقوبه كابتن الشناوي ده في عرقله مقصوده لمسيره النادي الاهلي. بصي انا مش يعني معلش انا برضو يمكن برضو انا اهلاوي ومولود في النادي الاهلي بس انا بتكلم بايه، ما حدش يقدر يعرقل النادي الاهلي عشان تبقى عارفه. صح، يعني ما حدش هيقدر يعرقل ولا اتحاد الكره ولا لجنه مسابقات ولا اي حد. النادي الاهلي نادي يملك من القيم وكل شيء ان يقدر كل هذه الاخطاء وكل هذا يتغاضى عنه. يتغاضى عنه ايه؟ بمجموعه اللعيبه، مجموعه المنظومه، مجلس إدارة ومنظومة كرة جميلة ومنظومة كرة على مستوى عالي جدا، لعيبة على مستوى عالي، أجهزة فنية، فكل ده ما يقدرش يعرقل مسيرة النادي الأهلي. بس أنا يعني أنا يعرقل دي أنا ما بحبهاش. يعرقل النادي، عارفة لو نادي صغير أقول لك ولكن النادي الأهلي نادي كبير يقدر كل هذه الأمور ولا يحطها في باله حتى بالرغم من نتيجة امبارح التعادل ولا يحط الكلام ده بباله، بالرغم من إيقاف محمد الشناوي ولا يحط هذا الكلام ده بباله. بس أنا مع حضرتك في إنه أي نظام جديد بيتم تطبيقه طبعا بياخد يمكن وقت على ما ينجح، ولكن لازم يكون في مراقبة، نراقب النظام ده ويكون في تدخل فوري من قبل بقى اتحاد الكرة، من قبل المسؤولين على الأخطاء التحكيمية الفجة دي يا كابتن. بصي معظم الحكام على فكرة لو تيجي تلاحظي معظم الحكام دلوقتي يمكن من الناس اللي هم لسه بادئين والناس اللي كان في مستوى الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه وابتدوا يطلعوا الدرجه الممتاز، فلازم هتلاقي اخطاء، يعني لازم هتلاقي اخطاء ولازم يبقى في النهارده من لجنه الحكام النهارده لازم يبقى النهارده الحكم النهارده يشوف اخطاء وكل هذه الامور عشان يتعلم. يعني زي ما انا لعيب كوره النهارده لو شفت اخطائي النهارده هتعلم في المباراه القادمه، فلازم يبقى النهارده كل حكم بيخطا لازم لجنه الحكام النهارده تجيب له فيديو، تجيب له النهارده تشوف الماتش وتعالى انت اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا. وده مش عيب، مش عيب ان دائما احنا بنتعلم، مش عيب ان الحكم يتعلم، المدرب يتعلم، اللعيب يتعلم، فكل هذه الاخطاء وارده في كره القدم في العالم على فكره كله. ولكن اذا كان زي ما قلت لك يبقى في شيء من التعمد، لا هنا بقى في وقفه من لجنه المسابقات ولجنه الحكام. طيب بعيد عن النادي الاهلي، انا بس تقييم حضرتك كده للفار بشكل عام في الدوري المصري، مدى فعاليته لحد دلوقتي، وشايف هو حد من الاخطاء التحكيميه ولا لا بعيد عن النادي الاهلي؟ هو بصي هو ليه شقين، هكلمك بجد، يعني ليه شق دلوقتي، شق سلبي وشق ايجابي. شق سلبي يعني ما بيبقى النهارده في هدف، النهارده في هدف سجل والحكم حسبه، حكم حسبه النهارده، وجه النهارده راح للشاب الفار لا ما حسبوش، مش جول. الشق ده بيبقى شق ايجابي لصالح الفرقه اللي تسجل فيها الهدف، بيبقى شق ايجابي، سلام ده الفار ده 10 على 10 ده، شوف ما شاء الله الحكم اخطا ولكن الفار ادانا حقنا. فالشق الايجابي. ولكن الشق السلبي اذا كان فرقه بتسجل هدف والحكم قال لك ده مش هدف وراح شاف الفار، ولقى ده هدف، ده بيقع سلبيا على الحكم، بيقع سلبيا على الحكم، بتهز ثقة الحكم. ودائما على فكرة الشق ده بيهز ثقة الحكم برضو، الفار بيهز ثقة الحكم، اللي ممكن الفار يبقى ضد الحكم. بس لازم ممكن الحكام تحترم التقنية دي، لازم نحترم التقنية بالزبط. دي عشان كده بقول لك احنا ده نظام سيستم جديد ولازم نحترمه. ولكن هي الحكام دائما بيبقى بقى زي ما قلت لك بتتهز شوية برضو من الفار لو القرار بتاع الفار مخالف لقرار الحكم. حاسه المشكله ممكن تبقى عندنا احنا او عند الحكم اللي ممكن يكون مستكبر ان هو يشوف فار او انه يطلع قراره غير قرار الفار، لانه زي ما قلنا انه النظام ده بيطبق علشان يتم العداله، ومش بس في كره القدم، ما في كاميرات عين الصقر مثلا في التنس ليه؟ علشان نشوف الكره دي ان ولا اوت جوه ولا بره، وماتشات بتخلص وتتحسم بطولات على كوره زي دي، فده ما يقللش ابدا من حكم الكرسي اللي قاعد بيدير المباراه بين اتنين مثلا من العمالقه، لا يعني في حاجات بتبقى محتاجه التكنولوجيا هي اللي تشوفها، ومحتاجه زي ما قلت لك
اتكلمتي على حاجه شق مهم جدا، التنس. النهارده بيبقى فيه كره تاتش لاين من بره بالظبط، وبتتحسب النهارده رايت صح، وممكن اللعيب يفوز بيها، فاهم قصدي؟ ولكن كره القدم زي ما قلت لك، كره القدم هتختلف اختلاف يمكن عشان طبعا التكنيك والفاولات والجول وضربه الجزاء والحاجات دي كلها بتختلف. يعني بتختلف برضو معاييرها عن معيار التنس طبعا. فالامور دي كلها زي ما قلت لك احنا لازم على الاقل السيستم الجديد ده نحترمه شويه او نقدره شويه عشان ما يحصلش اي خلافات مستقبليه بين التحكيم وبين الفار، والحكم ممكن يقول لك لا ومش لا وده وده كلام كتير قوي يقول. لازم احنا خلاص طالما النظام ده اصبح نظام عالمي واللجنه الخماسيه تحملت ان هي تجيب هذا الجهاز وهذه الاجهزه وتكلفت، فلازم احنا نحترم هذا النظام بصراحه يعني. طيب نروح بقى لموسيماني، وعايز اعرف شايف ازاي بقى شخصيه موسيماني، ازاي متلائمه مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي، شايف انجازاته ازاي مع النادي الاهلي، وايه اللي مطلوب منه الفتره اللي جايه، ايه اكبر التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ لا بصي، مستر موسيماني طبعا يمكن قبل ما جيه حتى يعني قبل ما جيه للنادي الاهلي كان في ارتياح، كان في ارتياح للجماهير وارتياح مجلس اداره وارتياح للناس كلها ان موسيماني الجنوب افريقيا جاي النادي الاهلي، لانه لاعب النادي الاهلي قبل كده، اشتغل برضه في المجال الافريقي كتير وكل هذه الامور، فكان في ارتياح. في مدرب تحس ان انت مستريح حاله، وفي مدرب تاني لو اخطا في مباراه او تعادل مباراه او تهزم مباراه تلاقي الدنيا اتقلبت عليه. ففي ارتياح، الارتياح النفسي ده مهم جدا، مهم جدا للجهاز الفني انه يشتغل في استقرار، يشتغل ما فيه مش قلق، يشتغل لو تعادل ماتش ماتشين ثلاثه مفيش مشكله. دائما هي منظومه النادي الاهلي بتدي الفرصه للمدير الفني انه يشتغل بارتياحيه. حتى بتتدخلش في شغله، مفيش حد يقدر النهارده يروح مثلا يقول له لاعب ده وما لعبش لا. فالامور دي كلها مده ارتياحيه. مستر موسيماني الاداء، انا شايف اداء النادي الاهلي اداء هايل، ان برضه عندنا الحمد لله عدد كبير جدا من اللعيبه بيمتلكوا القدرات الفنيه والذهنيه ان هم يلعبوا حاجات كويسه. فدي الحمد لله تلاقي المنظومه متكامله اداء طبعا زي ما قلت لك انه واخد بطولات برضه بتضاف لرصيده وبتضاف رصيد شعبيته داخل جدران النادي الاهلي. طيب شايف مين اكتر اللعيبه في النادي الاهلي الفتره الحاليه يا كابتن اللي عندها ثبات في المستوى، ما تلاقيهاش مباراه ومباراه، شايف انه في ثبات وبيتم الاعتماد عليها يمكن فاصعب الاوقات تبقى مطمن وانت معتمد عليها؟ هو يعني شو، انا بكلمك بمنتهى الامانه يعني بصراحه، انا شايف ان وليد سليمان يعني برضه بتكلم واقعيه، وليد سليمان حتى لو بيلعب تلت ساعه ربع ساعه 10 دقائق، تعالي اتفرجي على اي مباراه لوليد لعب الشوط الثاني او لعب تلت ساعه او تلاقي الشكل اتغير صح، شكل اداء اتغير، في روح، في اداء، بيسجل هدف، تحس ان في حاجه اصبحت ميزه في النادي الاهلي. يعني انا شايف ان وليد برضو من العلامات المؤثره جدا في تغييرات مستر موسيماني، سواء بدا او سواء تغيير، برضو من الناس الكويسه. برضو عجبني بدر بنون دلوقتي من الناس اللي راكزه جدا جدا في مركز الاستوبر. ايمن اشرف ايضا مركز الاستوبر برضو بيقدر، حتى لو علي معلول اتقدم عنده الملكه انه يقدر يقفل الجنب الشمال. ففي مستويات تقدري تقولي مستويات ثابته، يعني مستويات ثابته، حمدي فتحي مستوى ثابت، يانج برضو من الناس الكويسه، ولكن برضو الحته الهجوميه في ما بين تلاقي فتره لعيبه كويسه مستوى كويس ومستوى اقل شويه. محتاجين ايه عشان نكون في كاس العالم للانديه في افضل حال وافضل شكل ممكن للنادي الاهلي بالجيل ده وفي الفتره دي وانت بتنافس يعني عمالقه القارات كلها؟ لا النادي الاهلي الحمد لله، يعني النادي الاهلي دائما سيستمه، دائما الاداره، ودائما اسلوب لعبه دائما هيبقى اسلوب كويس، اسلوب طبعا هيتميز انت بتلعب مين وهتلعب ضد مين، كل هذه الامور انا شايفها امور كلها يمتلكها قدرات الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي رايح بطوله الكاس دي. النادي الاهلي لعب قبل كده كتير في البطولات دي، والنادي الاهلي كان ليه شكل وليه كيان. والنادي الاهلي زي ما قلت لك يمتلك قدرات عاليه جدا من اللاعبين دلوقتي اللي يقدروا يلعبوا تحت اي ضغط، سواء بقى فرق اوروبيه، سواء فرقه من، يعني كل هذه الامور النادي الاهلي بيمتلكها. مش مجرد ان هو رايح اختبار، لا، ده النادي الاهلي رايح ان شاء الله ياخد مركز كمان يعني.
إن شاء الله. طيب لازم أسأل حضرتك كابتن فتحي على صفقة وولتر بواليا وعلى اللاعب نفسه، إن بقاله كام مباراة طبعا بيشارك مع النادي الأهلي، ومتعودين على مر التاريخ يعني إنه بيبقى في صبر دايما على الصفقات الجديدة للنادي الأهلي، شايف إزاي مستوى وولتر بواليا وشايف إيه اللي ناقصه أو إيه اللي محتاجه؟ هل محتاج يكسب الثقة أكتر يعني؟ لا وبصي أنا بصي أنا يمكن صريح جدا برضو بواليا على فكرة، هو بيلعب في الجونة يمكن أنا شفته ماتشات كتير مع الجونة، كنت يمكن من الناس المؤيدين لحد من النادي الاهلي شوفه بصراحه يعني، وهو الحمد لله انتقل لنادي الاهلي، ولكن لسه برضه خلي بالك اما اللعيب بيجي النادي الاهلي بيقع تحت ضغط اثبات الذات، ضغط اثبات الذات ده بيبقى صعب جدا للعيب. النهارده بيتنقل من الجون راح النادي الاهلي، نادي بقى شعبيه وجماهيريه واعلام وحاجات كتير جدا ومنظومه وكل هذه الامور، فهو النهارده عنده شيء من عدم الهدوء النفسي، الهدوء النفسي ده برضو ما عارفه اول ما سجل جول جولين ومش عارف ايه هتلاقي بعد كده ابتدى الكيرف الفني عالي جدا، ولكن هو دلوقتي واقع تحت مؤشر انت جايبني النهارده جاي اثبت بقى ذاتك، فهو الولد زي ما قلت لك النهارده الريتم بتاعه حتى مستعجل شويه، يعني ريتمه مستعجل شويه حتى في عمليه التهديف، حتى في عمليه النهارده في ال 18 مستعجل شويه، ولكن لو هدي هيبقى كويس جدا. برضو بواليا ممكن استفاد بيه في الجناب لانه لعيب يقدر يلعب في الجنب اليمين والجنب الشمال، لانه بيمتلك سرعات كمان كويسه، بيمتلك سرعات كويسه ودي برضو النادي الاهلي دائما بيعتمد عليها ان بيلاقي فيه سرعات في الجناب، دي النادي الاهلي يعتمد عليها. بتشوف ازاي انه موسيماني يمكن الصفقات الجديده بتشارك على طول في المباريات يعني سريعا، مش بيبقى فيه ان هو يستنى شويه على اللاعب او كده، يمكن مع بدر بنون كانت اول مباراه ليه، كانت مباراه نهائي كاس والحقيقه كان متالق جدا حتى في تسديد ركله الجزاء. هل مثلا كان وولتر بواليا يعني هل ده المشاركه السريعه دي بتدي ثقه اكبر للاعب ولا ممكن مع لاعب ولاعب تاني؟ طالما انت جبتي صفقه صفقه جايبه ليه؟ من حقي انزلها بقى. النهارده عندك خلل في مكان ما. النهارده عندي الخلل، بدر النهارده كان ياسر ابراهيم متعور، كان سعد سمير متعور، كان في خلل في الحته دي، رامي متعور، فالنهارده لازم النهارده شوف بدر. بدر النهارده لعب، بدر النهارده اشتغل، النهارده فيه هدوء، النهارده فيه تركيز كويس جدا. يفرق قوي الاستوبر لما يكون فيه هدوء، حتى هدوء النهارده وفيه ثقه، هو عنده ثقه لانه ما شاء الله يعني لعيب برده في الدوريات ولعيب لعب في الدوري المغربي، فلاعيب كويس مميز. ما تلاقيش بقى مش جايب واحد تحت الاختبار، لا هو ما وقعش تحت اختباره، هو لعب بثقه، لعب بادائه، لعب بفنياته، عشان كده اثبت مكانه. الناس كلها اللي لعبت ما شاء الله يعني كلها اثبتت فعلا ان يستحق الانضمام للنادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم يا كابتن فتحي على مباراه الدوري بقى بشكل عام الموسم ده، منافسه قويه وفرق عاملة صفقات كبيرة جدا، وأعتقد يمكن المنافسة أصعب من الموسم اللي فات، ولا إيه رأيك؟ هو إحنا بنتكلم في الأسبوع الكام؟ في الأسبوع الكام؟ عدت 9 مباريات. عدت 9 مباريات، لسه مشوار الدوري طويل. مشوار الدوري طويل، والنهارده في فرق، النهارده في أهلي، النهارده في القمة ب 17 بونت، الزمالك، الجونة، مقصة، في فرق كتير قوي كانت السنة اللي فاتت، كانت السنة اللي فاتت في الأربع مراكز الأولى. يعني ما تيجي تبص النهارده بيراميدز كان في المركز الثالث، هتلاقي النهارده الجونه كان بيحارب في السنه اللي فاتت عشان يبعد عن المؤخره. المقاولين كان في مركز رابع، المقاولين النهارده لسه في مركز، فاهمه؟ فكل هذه الامور النهارده ما نقدرش نقول مين النهارده، لا هو النهارده في فرق كويسه، في فرق كويسه على المستوى النهارده، في سيراميكا كليوباترا، البنك الاهلي النهارده فرق، لكن لسه بدري. دعمت لعيب الدوري ممتاز ولاعيبه كمان منتخبات، يعني دعمت تدعيم كويس جدا. عشان كده بقول ان هم هيبقى ليهم تاثير في الدوري وهيبقى ليهم تاثير كتير في النتائج، سيراميكا والبنك الاهلي، اسوان يمكن برضو اسوان تغيير مدربين لسه برضو ما استقرش على حال، ولكن اسوان برضو اتمنى ان هو يبقى برضو من الفرق الكويسه وهي غزل المحله يعني. طيب هنكمل طبعا كلامنا، بس خليني كمان اقول لحضراتكم انه الشوط الاول من منتخب مصر والسويد بكاس العالم لكره اليد انتهى بتقدم المنتخب المصري. طبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. كان النتيجه 12-9 في الشوط الاول، تقدم المنتخب المصري 12-9 على منتخب السويد، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا منتخب السويد اول المجموعه بفارق الاهداف عن منتخب مصر، وكمان منتخب
مصنف كبير ومن المنتخبات اللي بتنافس طبعا على البطولة. نتمنى أن المباراة تخلص طبعا لصالح المنتخب المصري اللي عامل أداء كبير في البطولة. ويمكن منتخب السويد أو مباراة السويد يا كابتن يعني أول اختبار حقيقي للمنتخب المصري. هو طبعا أنا يعني كل الشكر والتقدير طبعا للمسؤولين في مباراة مصر العربية طبعا لبلدنا طبعا، وإقامة مباراة كأس العالم للهاندبول في مصر دي حاجة بتبقى روعة روعة يعني، كبيرة جدا كبيرة، حدث تحديات كبيرة قوي، حدث فيه تحديات كبيرة جدا. يمكن أولمبياد طوكيو اتأجلت وفي تأجيل، ولا احنا القرار قرار تحدي. أيوة. قرار تحدي، ودي انا بشكر المسؤولين جدا على إقامة هذه البطولة، لان برضو خلي بالك بتسعد الجماهير المصرية. يعني الجماهير المصرية كلها بتتابع دلوقتي بعد مباراة الكرة بتتابع هاندبول، صح، ومنتخب مصر متقدم زي ما حضرتك قلتي على السويد، دي نقطة كويسة جدا، ان السويد برضو من الفرق المتقدمة دائما في الهاندبول، ولكن منتخب مصر انا شايف انه اداؤه اداء راقي جدا، اداء رائع، وان شاء الله يوصل للادوار النهائية ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله البطولة كمان تبقى من نصيبنا. يعني انا شايفه فعلا منتخب قوي يستاهل باذن الله، يستاهل وبيعمل اداء كويس وبيعمل نتائج كويسه حقيقه ان شاء الله. نروح بقى لمباراة السوبر الافريقي، النادي الاهلي ونهضة بركان، وازاي برضو شايف المباراة دي فنان اللي هي المفروض هتبقى بعد يعني ايام يعتبر من كاس العالم للاندية. لا بس دائما النادي الاهلي على فكره، النادي الاهلي مجال في حته مجال الافريقي او في مجال السوبر او في مجال دائما بيلعب مع فرق شمال افريقيا، عنده الخبره، عنده خبره كويسه جدا، وعنده الاداء، وعنده النهارده رؤيه نهضة بركان. يعني النهارده مش راح العب نهضة بركان، لا النهارده هيبقى في النهارده فيديوهات، في النهارده مشاهده، في النهارده تتابع ليه حاله نهضة بركان ومين اللعيبه الكويسه هناك وبيشتغل ازاي، ولاني الفرقة دي يعني هو كسب بيراميدز، كسب بيراميدز 1-0 نهضة بركان وصل ليه، كسب برضو من ضربة ثابتة. فالحاجات دي مفاتيح لعب، مفاتيح لعب النادي الأهلي. أنا شايف موسيماني والجهاز الفني هيبقوا مدركين جدا للحتة دي، والنادي الأهلي بيمتلك قدرات إن تقدر تاخد هذه البطولة إن شاء الله. يعني إن شاء الله. إيه أكبر التحديات اللي ممكن تكون بتواجه النادي الأهلي الفترة اللي جاية؟ لا هو التحديات بس مش تحديات كوره، تحديات كتير جدا. يعني تحديات كتير جدا برضو في العاب تانية. النادي الاهلي برضو لازم ان شاء الله يبقى زي كره القدم كده، بيبقى قفزه كويسه، بيبقى فيه بطولات كويسه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دائما يعني ما تيجي تقرا شعارات النادي الاهلي دائما نادي بطولات طبعا، فبطولات مش معناها كره القدم بس، معناها كل الالعاب، وده تحدي كبير للنادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي والمديرين الفنيين لكل الفرق اللي في النادي الاهلي. طب وايه الدور المنتظر من الجماهير الفتره الجايه؟ يعني لو حضرتك توجه لهم كلمه جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي الحمد لله يعني ما مش محتاجه طبعا، يعني مش محتاجه، لا ده انا حاسس بيهم وبحس بنبضهم، وبحس النهارده الناس يعني مش عايز اقول لك، النهارده واحد مكلمني من يعني بلد كده في اسيوط حاجه، مكلمني النهارده يا كابتن هو يرضيك هذا الظلم اللي عامله لنا الفار؟ يعني بالظبط كده بيقول لي يرضيك هذا الظلم؟ قلت له والله ده سيستم والبلد كلها معترفين والدول الاوروبيه بتشتغل بيه، فما تزعلش نفسك يعني. قال لي لا ده انا زعلان عشان نتيجه التعادل بتاع امبارح. فجماهير النادي الاهلي الواحد بيحس بيها يعني، بتبقى عشق للنادي، وتبقى واقفه على كل كبيره وصغيره النادي الاهلي، وبتؤازر النادي الاهلي كثيرا. فاتمنى ان جماهير الاهلي ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله تكون سعيده بنتائج النادي الاهلي ان شاء الله. طب يا كابتن فتحي، انت بقى وانت قاعد تتفرج كده على ماتشات النادي الاهلي، وبيحصل مثلا خطا في التحكيم او كده، وحضرتك يعني من الناس اللي شايفه انه ده نظام جديد ولازم نصبر عليه، بتبقى عامل ازاي كده؟ متعصب كده وايه اللي بيحصل؟ لا انا بص لها برده بناحيه فنيه. يعني ببص لها بناحيه فنيه، اذا كانت فعلا هذا هدف ولا مش هذا هدف، وبناقش نفسي كده بيني وبين نفسي في منتهى الهدوء، هذا القرار صح ولا غلط؟ طب ولو غلط؟ اذا كان غلط ما هقول غلط يعني. حتى لو بتفرج مع حد، مع اني ما بحبش دائما، بحب اتفرج لماتشات كلها، بحب عندي اتفرج عندي فضول بقى بتبقى عامل ازاي، متعصب جدا، بحب اتفرج جداً؟ لوحدي يعني، بحب اتفرج لوحدي دائما، ولكن لا اقول القرار ده غلط، القرار ده الكره دي جول، الكره دي مش جول. فبيبقى بيني وبين نفسي، ما بقدرش النهارده يعني، انا ببقى في النادي متواجد كتير قوي، ولكن دائما ما بحبش اقعد فاهمه، عشان ما بقاش محل نقاش ومحل ده قال كذا وده، لا انا بحب دايما ماتشات الاهلي اتفرج عليه. الماتش يمكن الوحيد اللي اتفرجت عليه امبارح في النادي الاهلي ماتش البنك الاهلي وكنت شايف ردود الافعال ازاي؟ الناس مزعله، الناس غضبانه طبعا بالتحكيم، والناس غضبانه جدا، الناس
متضايق بدليل ان لجنه المسابقات يعني لجنه المسابقات سمعت ان هذا الحكم هيحكم الانديه الاهلي تاني. سمعت انا كده، ما اعرفش هل الكلام ده صح ولا مش صح، ان لجنه التحكيم ان الحكم مش هيحكم ماتشات تاني للنادي الاهلي. خلاص، لان النادي الاهلي نفسه ممكن يرفض هذا الحكم. النادي الاهلي ممكن يرفض هذا الحكم. طيب تحب بقى توجه ايه رساله للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في الفتره اللي جايه دي؟ لا ان شاء الله المباراتين القادمتين برضو دول مؤشر كويس جدا ان شاء الله لكاس العالم الانديه ان شاء الله، فده المؤشر ان شاء الله لازم نفوز بهذه المباراه ان شاء الله عشان الاهلي مسافر ومطمئن على مركزه الدائم دائما في مقدمه الجدول، فان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين الماتشين اللي جايين دول مكسب عشان نروح كاس العالم واحنا مرفوعين القوام ان شاء الله يعني. ان شاء الله. لسه بتلعب كوره يا كابتن فتحي؟ لا انا بلعب تنس. بلعب تنس. بشجع مين في التنس؟ بشجع فتحي مبروك. فتحي مبروك طبعا والابطال العالميه. وانا احب نادال، بحب نادال قوي لانه برضه عنده اراده قويه جدا في الملعب. ماله فيدرر يا كابتن؟ ما انا بقول لك انا احب نادال. تحب نادال؟ انا بحبه خلاص. لانه عنده اراده وعنده تكنيك التنس عنده، لا يعني لعيب فاهم كويس قوي. يعجبني دائما لما تيجي تبص لشخصيته تكنيك التنس والحاجات دي ممكن الواحد يستفاد منه حاجات كتير قوي. انا طبعا بميل طبعا لروجر فيدرر يعني، بس احنا لينا ماتش مع بعض زي ما اتفقنا ان شاء الله. انا تحت امرك اني تايم في النادي الاهلي وانا تحت امرك يعني. نورتني بس جداً. ما تتغلبي ما تزعليش. لما تغلبي ما تزعلش. هنشوف يا كابتن بقى، هنعلنها على الهواء. حضرتك طبعا نورتني جدا وكل جماهير النادي الاهلي بتتبسط لما تشوف حضرتك. شكرا جدا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على المتابعه. دورنا الفتره دي ان احنا نكون في ظهر فريقنا وان احنا داخلين على مرحله مهمه جدا، مباراتين في الدوري المصري مهمين طبعا ومشوار الدوري كبير لسه وطويل قدامنا وكمان كاس العالم للأندية. بشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة حلقة جديدة من برنامج السادسة.